نعم أيها الأخوة، يجب أن نتكاتف مع بعضنا البعض مثلما انضمينا إلى قوانين الديمقراطية. عندما انضم الشعب العربي، عندما انضم الشعب السرياني إلى قوات سوريا الديمقراطية، انضم إليها لأنها قوات ديمقراطية وليس قوات حزبية وليس قوات لمكون واحد. لا، لأن فلسفة الأمة الديمقراطية تبني على الأخوة التاريخية، تبني على الحماية المشتركة، تبني على الأمن المشترك. لذلك مصيرنا واحد أيها الأخوة، عربا وكردا وسريانا، مصيرنا واحد. نحن في خندق واحد. عندما يستشهد الكردي، عندما يستشهد الكردي المقاتل الكردي إلى جنب المقاتل العربي، إلى جنب المقاتل السرياني، هذا هو بحد ذاته الوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية بالتم بين المكونات.